ميني ستوديو. هلو، حلقة جديدة لميني ستوديو. رح نحكيكم اليوم عن البحار. البحر كتير كبير وكتار منكم راحوا قبل على البحر لأنه لبنان بلدنا على شط البحر الأبيض المتوسط أو لميديتيراني. شو رأيكم إذا بنحكي أكتر عن البحار الكتير الموجودة على الكرة الأرضية وهيك بتتعلموا شوي بميني ستوديو بترجعوا بتشوفوا لحالكم بالكتب؟ مشان هيك أنا جبت لكم كتاب اسمه ليماجري دو لامير. ليماجري دو لامير هو كتاب بيحكينا عن كل شيء بيختص بالبحار وبالمحيطات كمان. رح نشوف شوي هون صور عن حيوانات يلي عايشة كمان تحت البحر. عنا هيدا بهالصفحة عم بيحكونا عن لامير مورت، بالعربي اسمه البحر الميت. ليه قولكن اسمه البحر الميت؟ أكيد مش ميت، بس يلي ميت هو الحياة بقلبه. ليش؟ لأنه هالبحر قد ما فيه ملح ما فيه ولا سمكة بتقدر تعيش بقلبه. ومثل ما نكون شايفين هون على البحر الميت فينا نفوش بطريقة هينة كتير بدون ما نسبح أبداً، ما بنغرق لأنه فيه كتير ملح. لاميغوج بحر الأحمر، لاميغ كاسبيان، لاميغ دونور. فإذاً بهالكتاب بنتعرف على كل البحار الموجودة، ليزانيمو دو لامير كل الحيوانات يلي بتكون عايشة تحت المي، والنبات أكيد كمان لأنه في حياة كتيرة تحت المي، أنواع الأسماك والحيوانات البحرية الموجودة. بنشوف كيف مكون السمكة وبنفهم أكتر وأكتر هالشي كيف تتنفس. فإذاً كتاب حلو كتير، أنا بنصحه لكل أصحابنا اللي عمرهم 6 سنين وأكتر. Les éléphants de la mer. L'imagerie de la mer, édition Fleurus. هيدا كتاب أنا بحبه ورح حطه بمكتبتي أكيد وبنصحكم فيه كمان. أما هلأ رح نبلش حلقتنا. في عنا لعب، في عنا مسابقات، في عنا أغاني، وفي عنا أكيد رادو وشوفوني رح يخبرنا أخبار. تعالوا نحضر هالحلقة. أهلا وسهلا بمارفين كوردباوي رح يعزفنا هلأ على الأورك. عيد ميا شقير بيصير عمره 10 سنين، كلها بدنا نقلها هابي بيرثداي.
مبروك لكم. الهدية هي ساعة حلوة كتير تقديم كتير روجيه. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، بدي ألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم من البي ال اف. أنا اسمي رودي شديد، عمري 11 سنة، وبدي أصير كبير بدي أعمل مهندس. أنا اسمي جون بيير حكيم، عمري 11 سنة، بدي أكبر أصير طبيب. أكيد كلكم ناطرين 1 minute at بقلاف يلي منلعبها كل نهار سبت بطريقة سبيسيال. لعبة صرتوا كلكم تعرفوها، رح أسأل أنا أسئلة ونشوف المعلومات العامة عند الـ MS Club Members قديش قوية. أول سؤال بيقول، لما منقول أنا انترنت، هاي كلمة بالفرنسي شو منكون قصدين فيها؟ هل قصدين لاعب الفوتبول أو رائد الفضاء أو اللي بيستعمل انترنت؟ اللي بيستعمل انترنت. أكد؟ أكيد مزبوط. تاني سؤال بيقول، شو بيعني الكرتون الأصفر بلعبة الفوتبول؟ أول إنذار. أول إنذار مزبوط. لكن صار في علامة لرودي وعلامة لجان بيير، بس اللعبة بعدها بأولها، يعني كل شيء ممكن يتغير. السؤال بيقول، صح أم غلط، الصيف بيجي دغري من بعد الخريف، صح أم غلط؟ خطأ. خطأ؟ مزبوط. لكن تاني علامة أو تالت علامة عم تروح لإلك جان بيير. ركز منيح رودي. السؤال هلا مات، شاطرين بالمات؟ مين أشطر؟ أنا. رح نشوف. 154 + 189 قد بيعطونا؟ يعني 154 زائد 189 قد بيعطوا؟ إذا ما عرفتوا بعطي احتمالات، بعطيكم احتمالات جريت. أول احتمال هو 342 343 344 344 342 42 42. 342. شو جواب تبعك؟ 42 343 44 43 43 مين معقول يكون عطى الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو 343. انت اللي اخذت العلامة. بعد في سؤال واحد ومنشوف مين رح يربح. كم علامة صار معك؟ 3. وكم علامة صار معك؟ واحدة. واخر سؤال بيقول، للومبريك، هيدا هو السؤال، للومبريك هو شو؟ دود او فيرد تير، نوع من البسينات او نوع من البقر؟ فيرد تير اكيد. للومبريك هو فيرد تير مزبوط. جواب صحيح. بس بما انه جان بيير معه 3 علامات ورودي معه علامتين، جان بيير هو اللي ربحان معنا اليوم ب 1 minute at بألف. بدنا نقول له كلنا سوا برافو، واكيد رح نشوف كلنا سوا شو هديته. بس بدي اذكركم اذا حابين تلعبوا 1 minute at بألف يلي بنلعبها خلال هيدي الجمعه كلها، مش بسبيسيال ويك اند اللي هي هون على الايباد، فيكم تفوتوا على youthpackage.com. اما اذا حابين تجوا لهون على بيج بانك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب، بتسجلوا كل اساميكم ونحن اكيد ناطرينكم كلكم. هلا كلنا سوا انا ولا مس كلوب ممبرز اللي هون رح نشوف شو ربح معنا جان بيير لليوم ونقول له مبروك. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وقت أكبر بدي أصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. Yeah.
مايو. سنة بلبنان ما كان في شتاء، منسوب المي ما تعدى 20%. لهالسبب التوفير ضروري والطرق كتيرة. لما تغسلوا ايديكن ما لازم تفتحوا الحنفية على الاخر، انتو عم تفرشوا سنانكن سكروا المي وما تخلوها مفتوحة. ممكن تستعملوا اي مادة تقيلة ببيت المياه بالحمام لتقليل كمية المي فيه. ما تستعملوا الغسالة الا اذا كانت مليانة تياب. غسلوا الخضار والفاكهة بجاط لحصر كمية المي. ما تتركوا المي مفتوحة خلال الحمام. خلونا نساعد بعض لما نوصل لوقت كلنا ننقطع من المي وما يكون عنا حل. جوزين، خاطبين، مغرومين، تفهمي راس شريكك، حافظ عقلات شريكتك، وعبالكن تربحوا سيارة. اتصلوا فينا على 04-444-444 extension 232 من 11 الصبح للخمس المساء، أو زوروا موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb/couples وعبوا الابليكيشن فورم. ميني ستوديو. ترى تنعمل شوية شردي بهالكتب، نشوف البعض وصالح واللي من فينا نعطيه. إيه رادون وينه؟ آه صحيح، رح على البحر اليوم، سمحت له يروح يتسلى مع أصحابه بس تأخر. طب ما معقولة، من شوي التقيت بدومينيك وبإلي وبكل الأصحاب رجعوا من البحر. مدري شو عامل، بيكون هلا مرق عند إيديول أو عم بيتشيطن شي محل. هيدا رادون، شو بدي أعمل؟ مرحبا مرحبا رادون، رادون على طول بصيرة رادون. شوفوني رادون، أهلا وسهلا. شو بدك يا فيك؟ بس شو بك؟ لشو حاطط هيدا على عيونك؟ كيف قدر تقشع؟ أخ أخ، لحظة لحظة، هلا بتتفركش؟ أخ أخ يا شوفوني، أنا موجوع رادون. شو 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 صاير معك على أساس رحت على البحر؟ ايه صحيح، عيوني يا شوفوني. عيونك؟ أي إيه. شو بهم؟ عيوني عم بيحرقوني كتير كتير كتير. الهيئة ايه. شكيت وسبحت تحت المي وفتحت عيونك هالقد؟ عطول عطول أنا وعم بسبح تفتح عيونك. طب يا رادون، كم مرة قلت لك إنه المي البحر كتير مالحة؟ صح معك، وإنت عينيك كتير حساسين. أيه. لأنه إنت رادون غير شكل. طب دخلك؟ ليه ما حطيت ماسك عيونك؟ حطيت ماسك يا شوفوني، مين قالك ما حطيت ماسك؟ طب مش معقول يصير فيك هيك؟ اي لك حطيت ماسك يا شوفوني، بس غطست كتير تحت المي. ايه؟ وفاش الماسك لفوق وانا بقيت تحت. طب مش معقول، هيدا بيهدي منيح. شو حطيت ماسك؟ شو ماسك البربارة يا شوفوني؟ ماسك شو بدي احط عيوني؟ ماسك البربارة؟ ايه ايه، هذا ماسك البربارة حطيت عيوني. طب وما تقش؟ تقش وما عبالك تخزق وطلع لفوق. يا ردو، معقول تحط ماسك البربارة على عيونك؟ شو عم تضحك علي؟ شوفوني انت يا هلا، وين عقلك؟ وين عقلك؟ ما عندي ماسك، معقول يروح على البحر بلا ماسك؟ كلهم اخذين ماسكات على عيونهم الا انا؟ ما هن بيكونوا قالوا لك جيب ماسك. طب ما انا حاطه ماسك بالتدخيتي، هذا الماسك تبع البحر. طب ليه ما بتقولي لي يا شوفوني؟ بتعرفيني انه انا على طول بضل مهايبر قبل ما فل، يعني ما قالي لي خذ الماسك، قالوا لي ماسك. طب ليه انا شفتك وقت رحت؟ قلت لي فيني روح، قلت لك اوكي فيك تروح. أيه. وما تنسى الماسك، أنا بعرف رح تروح تجيب ماسك البربارة تحطه على وجهك. صحيح إنك بلا عقل. لك شوفوني ليه عم تحكي لي هيك؟ والمشكلة كبيرة هلا أنا وجاي مرقت شوي لعند إيديو. إيه؟ وقلت له مشكلة عيوني إنه محمرين كثير وعم بيحرقوني. إيه وشو صار؟ إما خواجه إيديو حط لي سبيرتو على عيوني وصار يحرقوني بزيادة. معقول؟ أي يا ردوع، بدي أضحك عليك وعلى إيديو وشفقان عليك؟ انه معقول حتى بحط سبيرتو بالعيون؟ شفت هذا ايديول، هذا خويش ايديول هو اخباره ايديول بلا راس، وانت هيئتك بلا عقل اكثر منه. معقول تقبل؟ يا رادون كنت ناوي اخدك اشتري لك تيب جديد نعمل شوبينج، بس هيئتك مش قادر تقشع وما شايف قدامك. تعرف شو؟ شو يا روح هلا غسل بمي مسقعة منيح منيح عيونك. اوكي اوكي اوكي، تيروح شوي هالالتهاب. اوكي وانتبه ما تتفركش ان شاء الله. ايش اوكي، وانا هلا تغير المشروع، شو بدي اعمل؟ بس انا ما رح اتركك هيك، انا بحبك رادو. مع انه انت اوقات بتعمل غلط. ما تضحك علي، اذا عملت غلط يعني شيء ما لازم ينعمل. بدي روح هلا، بدي روح دغري عند الصيدلي على الفرماشيه جيب لك شيء قطره لانه شغلت لي بالي. مش معقول انفيكو ديابيتيز؟ شو هيدا؟ اخ يا عيوني، معقول يا ايديول انت واخبارك؟ معقول يا ايديول، هي اي سنه درسها بالطب انت انه حدا بيعمل هيك بعيونه؟
صار وقت فقرة بيك إس أونغ. لكل يلي ما بيعرف شو بنعمل بهيدي الفقرة، مننقي رسالة انتو بعتينا إياها منقراها، وأكيد الغنية يلي طالبينا نسمعها كلنا سوا. يوم رح نقي هلأ رسالة ونشوف مين معقول يكون صاحب الرسالة وشو الغنية يلي طالبها. أنتوان أبي راشد. أنتوان عمره 11 سنة، بيقول إنه بيحضرنا كل يوم، بيحبنا كتير وبيحب كتير يجي على ميني ستوديو، وحابب يسمع غنية أجادو. أكيد أنتوان رح نحط هلأ غنية أجادو ورح نسمعها كلنا سوا، وأكيد رح نشوف قبل شو هديتك. بس بدي أذكركم إذا حابين أنتو كمان تسمعوا حيا لغنية، بعتولنا كل الأغنية اللي حابين تسمعون على فيسبوك بيج ميني ستوديو يلي عم تقطع هلأ قدامكم، ونحن بنقرأ الرسالة مثل ما قرينا رسالة أنتوان، بنسمع الغنية وأكيد بتربحوا كادو كتير حلو رح نشوفه هلأ كلنا سوا. مبروك، ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. شوي على صور على الانترنت عن البحر الأحمر. البحر الأحمر ليش بسموه أحمر؟ ميته حمراء أقولكم؟ أكيد لا، المي هي مي وهي شفافة، بس شو في بقلب البحر؟ هيدا اللي ببين. وسموه البحر الأحمر لأنه في بعض مناطق بالعالم وين بهيدا البحر في ألغ أو أعشاب لونها محمرة، وهالشي بيعطي لون أحمر شوي على المي. تعالوا نشوف سوا كيف هالبحر حلو كتير وكيف بقلبه في آلاف كائنات الحية العايشة يلي فينا نشوفها كمان إذا رحنا نسبح بهالبحر وغطسنا تحت الماء، وكان معنا أكيد ماسك. هون منشوف شوي كيف الماء محمرة. بمصر كمان فينا نروح نسبح بالبحر الأحمر، ناكل الألوان الحلوة.
فإذا البحر الأحمر هو مشهور بالحياة يلي بقلبه والألوان الحلوة كتير يلي منشوفها، وكمان في نوع من الرياضة هو البلونجي يعني الغطس. إذا تعلمناه أول ما نكبر شوي بصير فينا نكتشف هالبحار الحلوة اللي عم نحكي عنها بحلقتنا اليوم. أما هلأ صار وقت نفتح صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين من بيناتكم رح يربح معنا هدية اليوم، وأكيد رح يجي يستلمها عنا. في عندي صورة لألين حلو. ألين حلو ليكو شو مهضومة، مصورت لنا هالصورة بإيستر وبعتت لنا إياها تتقلنا كمان هابي إيستر. ثانك يو لإلك ألين، وأكيد رح تربحي معنا هدية رح نشوفها سوا. كل أصحابنا بيربحوا هدايا لما بيبعتوا لنا رسايل، كفوا بعتوا لنا رسماتكم رسايلكم، اتصلوا فينا على رقم 03-85-86-87 تنفسركم كيف فيكم تاخذوا هديتكم، كيف فيكم تشتركوا بالبرنامج. وقتنا خلص، بنشوفكم بكره بحلقة جديدة، باي. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. Oh.